يوم 10 غشت يوم المهاجر كما كنسميوه، للاسف كيحتفلوا بنا غير مره في السنه وما عندناش لقاءات تواصليه، وحنا كنخلقوا هذا الفضاء هذه المناسبه انه باش كنعبروا على المشاكل ولا الانجازات اللي دارتها الجاليه ولا اللي كيديرها المغرب. كنتبادلوا الافكار ونتبادلوا المشاكل. اليوم دائما المطلب ديالنا اللي جينا نحطوه في التوصيات انه لا مدخله ولا تنميه بدون سن قوانين اللي كتصب في صالح المهاجر المغترب المقيم بالخارج. طبعا والمدخل ديال الديمقراطيه انه تكون عندنا تمثيليه داخل البرلمان، هذا حقنا دستوري كنتمناه، حقنا باقي ما تطبقش في الدستور. كنتمناه تكون عندنا مواطنه كامله وتكون عندنا تمثيليه في البرلمان، هذا حقنا، لانه ما نساوش بالنسبه للناس المتتبعين ان عندنا اكثر من 6 مليون مغربي خارج الوطن وكيجي ليه، ماشي غير خارج ولا ما عنده علاقه به، اذا هو خارج ودائما القوانين ديال المغرب هي اللي كنخضعوا ليها. وحنا عندنا روابط كبيره مع المغرب، كنجيو عده مرات في السنه لعده اسباب اجتماعيه، تجاره وما الى ذلك هائلة. كنتمناو بعض الملاحظات كذلك اللي كنطالبوا بها يكون تغيير، انه مثلا العطله القضائيه الشيء الاساسي باش كنحافظوا مثلا اي واحد عنده مشكل واللي كيحل لك المشكل هو القضاء. ملي كنجيو دابا القضاء في شهر 8 كنلقاو انه مغلق، ويمتى عندي انا العطله؟ راه عندي في شهر 7 او 8. هذا كذلك كنخليوه اساسي للمتتبعين الشأن العام انهم يشوفوا لنا حل في هذا المشكل. كذلك في القوانين ديال الضرائب كيفرضوا علينا كيعاملونا بحال واحد مقيم في المغرب. كذلك الابناء ديالنا اللي عايشين في الخارج اللي مزيون في الخارج، عندنا غير اداره واحده كنمشيو لها اللي هي الرباط، وهذا علاش ما يكونش عندنا داك الشيء بارنيت ومتطور جدا، ممكن ندير النسخه كامله ولا الوثائق ديالهم ناخذها في الانترنت، علاش غنديبلاصا؟ ممكن يعطوا لي في اي سفارات او في اي عمالات او في اي جهه. طالبنا باش تفعيل الخلايا الاوامر اللي عطاها صاحب الجلاله هذه مده ما كتطبقش، ما كيمشيو للاداره، ما كاينش شي خليه انهم كتستقبل المهاجرين او لا كتوجههم. حنا ما كنطالبوش تكون عندنا الافضليه على المغاربه المقيمين، ولكن شويه التوجيه، على الاقل التوجيه. المغربي ملي يكون ساكن في المغرب عنده الوقت فين يمشي اليوم وعنده فين يمشي غدا، وعنده حتى الى خطا اليوم عنده فين يصلح الاسبوع اللي جاي. حنا ما عندناش، خصنا نمشيو نتوجهوا ونقضيو غرضنا في اسرع وقت، وهذا كيساعد المغرب ماشي مصلحتنا حنا، راه في مصلحه المغرب كدوله وك في التنميه الاقتصاديه راه مهم. كذلك راه اهم المداخل ديال الدوله هما اللي كيتحويلات المغاربه للخارج، راه هي اللي كتوفر لنا العمله الصعبه، راه اهم مدخول عندنا في الدوله على حسب ما كيقولوا المتتبعين والمسؤولين. هذه بعض النقاط اللي الان احنا باقيين في التدارس ديالها، وكنتمنوا يخرج التوصيات، والتوصيات توصل اعلى قرارات في الدوله هما اللي خصو ياخذوها، لان الاحزاب ما نعولوش على الاحزاب بزاف، لانه لا تحمل همومنا وما كتعرفش لي مشاكلنا. هكذا. وكنتمناو وما كننساوش بانه العدد المغتربين لانه اللي برا انه 6 المليون، وهما عندهم وعي سياسي كبير جدا، لو عطاتنا الفرصه نصوتوا غادي يصوتوا 3 المليون ماشي مليون ونص اللي كيصوتوا عندنا في المغرب. وبكذا وبهذا الشيء قرار ديال الدوله كاتجاه خاطئ، اعتقده انا بانه خاطئ، لان ما يمكنش مليون ونص اللي صوتات كتحكم 5 المليون ولا 6 اللي خارجه، وانا قادره تصوت وقادره تطور راسها وعندها افكار وعندها مشاريع وعندها تجارب كبيره. كنتمنى واش يوصل للمسؤولين الكبار، وشكرا لكم كذلك انتم اعلاميين على التتبع ديالكم. هذه ما هي الا محطه من محطات، ما زلنا نواصل التواجد ديالنا من اجل تغيير القوانين.